يا هلا ويا مرحبا، حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج رمضانكم مع فاطمة قيدار. اليوم احنا متواجدين بشارع فلسطين بالرصافة الحبيبة. شلونكم؟ عساكم بخير. طمنوني عليكم بعد الفطور، خوما خملتوا تعبانين ومالكم واهس وما بيكم حيل. لا صح صحوا، اليوم حلقة حلوة مميزة كالعادة، نبلش بها بكل حب من منطقة شارع فلسطين بالرصافة. شكرا لكل رعاة البرنامج، شكرا لوجودكم المستمر ويانا. تعالوا نبلش حلقتنا واكيد حتكون مميزة. يلا تعالوا نرجع نكمل حلقتنا ونسولف ويا اول عائلة تصادفنا. اكو من هذه الجهة عائلة ومن هذه الجهة شباب، فاني راح اروح للعائلة اكيد. السلام عليكم، عادي اسولف وياكم؟ عادي. شلونك؟ رمضان مبارك علينا وعليكم اجمع. رمضان علينا وعليك يا امو، مبارك علينا عليك. عينك تسمحوا لي عادي اقعد؟ مو شكرا. شنو يصيرون منك؟ والدي واخوي. شنو دا تسوون؟ فطرتوا؟ لو انتوا ورا الفطور تطلعون تاكلون فطور؟ حبينا شوي نغير جو. ايوه وجينا هنا شاورما بالعبد. حبيبي زين، انتم من الكرخ ولا من الرصافه؟ لا احنا رصافه. زين تطلعون كلش قد برمضان تغيرون؟ حسب تفرغ باوقات يعني. مو لا انا طالبه. وين؟ طالبة صيدلة بكلية المصطفى. حبيبي ما شاء الله، الله يفرحك فيها. ان شاء الله الله يخليك. ان شاء الله تعبتك هواي فلوس. والله الحمد لله الحمد لله. لا زين الحمد لله. لسيتك لو بعد؟ لا كلها خير وبركة ان شاء الله. والله ان شاء الله. بعد وين الطريق طويل؟ ان شاء الله اتوقع منها خير ان شاء الله. اي والله ان شاء الله تكون. اول 3 سنين بالصيدلة، من بالصيدلية من تشتغلين للوالد؟ اكيد. شلون؟ يا دوب تراجعين نص المبلغ. يا دوب. الحمد لله الله يفرحك بها ان شاء الله يوم تخرجها يا رب. ان شاء الله يخليك. ان شاء الله الحمد لله. كم ولد وبنت عندك؟ والله 2 ولد 2 بنات. صح يعني نص العائله هنا. بعد نص. اي نعم. بعد اكبر منك لو اصغر منك؟ انا اكبر واحد بهم. انا يا مواليد في 3. والله يا مرحله ودراستك شغلك حاليا لسه سادس. كم سادس؟ كم سادس حاليا؟ حاليا متفرغ سنه اللي اخذ اقدم ان شاء الله. اقدم كليه؟ اي ان شاء الله. طالك يا كليه؟ والله حاليا كليتي علوم. اي شيء عسكريه وهي؟ لا لا كليه علوم اسمها كليه تربيه علوم. اي زين جيد معدلك بالسادس؟ 69. حلو. بي كليات حكوميه وممكن باهليات؟ نعم. اي منو اصغر منك بعد؟ والله اخوي علاوي. علاوي جيد عمره 13 سنه. 13. اي انت ايش قد؟ انا 2005. شو يقول علاوي؟ شو يقول علاوي؟ لا اصغر علاوي اصغر واحد بينا. اصغر؟ لا انا سالتك منو بعدك يعني البنات؟ لا انتي ترتيب بعده. بعده واختي صف 5 اعدادي. واصغر يعني بينا احد اخويا اي علاوي صف ثاني متوسط. شالع قلبكم هذا اكثر واحد طبعا. زين شويه تخلين وجهك على حمزه يقول مدى اشوفها. عافية ايدك. قاعدة والمدلل والمصالح من كل النواحي طبعا. صالح بس يا ماما وبابا وما حد يرد لها اكثر شيء. يا امي هي اللي اي بالضبط. ايش يعني ايش اسوي لما تترقع لك سالفة علاوي؟ الحمد لله هو علاوي بس رقعد. انا عندي علاوي علاوي بس. ناخذهم ونروح لو شنو؟ لا هو علاوي لجوء لو شنو؟ علاوي خط احمر ترى. اي خط احمر وشاطر وحلو. والثلاثة الله يستر عليهم ايش بيهم؟ لا بس العلاوي انا احب من احبه يعني. انا بذر القعدة فحاسب الوالد من يمدح بي فهو يمدحني. اختي الكبيرة تقول له واني شنو الوسطانية تباوع عليه؟ شنو السبب؟ سبب عمو شو رايك تجي تتقرب هنا لانه حمزه راح يطلعني من الحلقه كلها يقول لي مدى اشوف ابو علي. اي ابو علي لو ابو ابو احمد. ابو احمد احنا نعترض عبالي والله لو عادي اصح لك ابو علي علاوي بس. حتى لو حتى يوم مفترج او رمضان المفروض ما تسكت. هو علاوي ابو علاوي يكون شجاع لو يكون شاطر وحده من الاثنين هو ثنا الله من علاوي. نفس طبعا وهو يعني كانما ابوي الثاني احنا نقول له. لا لا بس انا بزر القعده محبوب. يا ابو احمد شنو البزر القعده ستحطمتنا انا وياهم انكسر قلبي وياهم والتعب والسنين والصيدله والتعب. لا البركه بيهم ان شاء الله. يا عمو يا بركه بيهم لو منهم ارجع البيت جدي ما ارجع وياهم. لا ما يزعلون ما يزعلون ما يقدرون.
لا عادي عادي. متقبلين الوضع؟ كلش عادي. شلون؟ متقبلاني. أنا كله معزوم ترى، كله معزوم أنا. بعد وقت عب. بس درجاتي. يا تعزوم. عايزتني بيت الجوارين إحنا وأنا وياهم. لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بس الله يخليهم. جمعكم بدعوة. إيه إيه بالضبط. ها يا رضان. زين، إيش عجب علاوي ماكو؟ والله موجود. مو أنا هسه جاي على بنتي هنا شوي، قلت أنا فيها شوي لأن هي يعني إحنا مو من يعني أنا ساكنة رصافة، ساكنين هم الشغل أبويا وأخويا، وأني أدرس هنا. زين. أيوة إحنا من ديالة. حبيبي يعني ماما مو هنا؟ لا هوية وأختي وأخويا الصغير. أيوة شوية. سد يسمع إن شاء الله. هيك معلق بالنفس. اي بعيد. زين كلش قد انت تشوفين الاهل الماما و كل اسبوع اسبوعين هم يجوا لو انت تروحين؟ لا انا اروح انزل لاهلي يعني. اي عمري عسكري هي تنزل لاهلها. اي بالضبط. يا جامعه يعني شنو الجامعه اللي كانت سكنه داخلي لو سكن على حسابكم؟ لا على حسابنا. وياش طالبات لو واحد؟ اي بالضبط. شلون هالعيشه ويا طالبات ما تعرفين؟ والله زينه يعني. لطيفه؟ اي الحمد لله. شنو اطباعهم؟ من وين البنات؟ اللي وياي بيعمل غرفة، احنا غرفتين يعني بنات، اللي وياي من الأنبار. اي والبقية من صلاح الدين. حلو. وانت من ديار؟ اي بالضبط. كم وحدة انت؟ احنا كل اثنين بغرفة، اربع بنات بالشقة. حلو. منو ينظف؟ حسب يعني، احنا من النوع اللي متعاونين. اوكي. فما عندنا اشكال على هذا الموضوع. اي طباخ من ينظف؟ الطبخ والتنظيف هم انا، كل وحدة واحد احنا. يعني انت كل وحدة تاكل واحد؟ اي بالضبط. اندومي وهيك؟ ايه كل شيء عادي. اندومي ومعكرونه و اي بالضبط. اي قضين اي ماشي. انت وياهم تتعاونون تلتمون كلكم سوا؟ أي على سفره تحاولون تعيشون هذا الجو؟ اي اي بالضبط. لا لا دائما نلتم بيناتنا، وعندنا صديقاتهم بغير شقه فيجون يمنا ونسوي عماره كبيره سوا. اي اي بالضبط. فنيجون نلتم عادي ونسوي بيناتنا، وحتى يعني دائما من زمان قبل رمضان وهسه. اي بالضبط. زين دوامك من ترجعين بعيد عن الكليه لو قريب؟ قريب تقريبا 10 دقائق 8 دقائق اتمشى. اي اي بالضبط. اي زين. اهلك اذا يجون خصوصا الماما تقدر عادي تكون يمك؟ ما عندهم اشكال بهذا الموضوع. هم هم يجوهم اهلهم يزورون؟ اي اي كلها عادي يعني هذا الموضوع. زين. كان صعب بالبدايه قناعتي اهلك انه انت تكونين ببغداد؟ طب اكثر موضوع يعني هذا تعبني من ناحيه انه شلون قناعتي؟ والله يعني الطريق كلش كان يعني تعبني، هم يعرفون بهذا الموضوع. فصديقاتي كانوا يعني هم جوي بهذا السكن، فقنعتهم انه يجون يشوفوا المكان وبعدين اقتنعوا يعني، سالنا عن المكان وهاي وبعدين جوي عادي اقتنعوا. أي. اليوم تحسين انت سويتي انجاز انك قنعتي اهلك بشيء غير المعتاد؟ اي كلش. اي اي خصوصا دراستك صعبه ومو هينه وما شاء الله ظروفي يعني ما عرضوا على هذا الشيء. الحمد لله. تحسين انه انت بغربه لو لا؟ لا نوعا ما زينه. لا عادي تعقلمت يعني. والله صح الغربه مو الا انت تسافرين بعيد عن الوطن. أي بشكل كامل، بس انك بعيده عن الوالده. أي صحيح. والبيت نفسه الوطن الصغير هذا تحسين اكو غربه. صحيح صحيح. اي بالضبط تبقى يعني وتحنين. اي اي بالضبط. زين شو توجه كلمه العلاوي؟ علاوينه؟ على العد علاوينه. علاويكم علاوينه؟ خلي الجبال على الدراسه. بعد هذا تهديد؟ اوه خلي اذا نجح يجيب له دراجه. يجيب له دراجه؟ اي لان هو شويه يحب الدراجات. يحب الدراجات؟ اي هو سبع يريد يصير عاقل هميه، يريد يصير عاقل. يعني هو سبع بس وكه. اوه اي والله يحب الطابه والله. فلش لا علاوي؟ لا اوكي ترى والله. الله يحفظ علاوي، احنا شلنا غيبتك وحكينا عليك وحكينا فيك امانة الله يعني، واحنا برمضان وايام مفترجه فتسامحنا يعني، ايام مفترجه وكلها خير، وانت حتشوف هاي الحلقه ورا الفطور تكون مرتاح بالك. هو يصوم؟ اي اي بطل. اي اي كله زين. لا لا صاحب دين يعني ما يفوت الصلاه. تراضينا انا وعلاوي تراضينا. اسالكم سؤال؟ يلا خليني اسالكم سؤال. سؤال صعب لو سهل؟ والله اذا سهل بيمجر يعني. اذا سهل بيمجر، اذا صعب مجر. لا طيب دلانيتنا. نعم جاوبي ان شاء الله. بطلة ان شاء الله. يلا اوكي. السؤال يقول كم عدد السور اللي موجودة بالقرآن الكريم؟ السورة السورة السورة
77. خلي كم علاوي؟ لا 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 فكري اكثر من 77. خمني وانا ساعدك. لا 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 ها لا اكثر من 77 واكثر من 103 بشوي. ها اخر مره تذكر رقم اجي جد اكثر من 177. لا اخوك حكي لي شيء انا ما قايله. اكثر من 77 وانت قلت 77 او 73. 77 اكثر واكثر من 103 بس بكم رقم يعني لا هواي ولا شويه. لا لا 116. شوف يعني عم كلش وصل بس اقل. 14 اي صح خوش حز وراي. عدد السور المذكوره في القران الكريم 114 ايه و30 جزء بالضبط. جواب عمو صح. طونا هديه شباب. شباب هديه هديه. احنا هنا ورا الفطور ننحل كنا ما نركز بعد. هذه هديه مقدمه من السلطانه لينو براند محلي صنع بكل حب. هي صديقتي ومن اكثر البنات اللي انا كلش احب شغلها احب بضاعتها ولهذا حسيتها انه تكون كلش حلوه من تكون هدايا لكم خصوصا البنات اللي يشاركون وياي. شوفوا بخير ان شاء الله. وانت بألف خير علينا وعليكم. الله يسلمك حبيبتي. دول عمرك. رمضان مبارك ابو احمد. عليكم ان شاء الله. يا اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله صحه وعافيه ان شاء الله. من على اهل ديار. يا اهلا وسهلا. يوصل ان شاء الله. نشرف بيك. على راسي. الله يخليك ان شاء الله. سلام. عيني عيني اهلك. شلون؟ احنا من متابعيك. يسلم علي عفتك. يلا احنا من متابعيك. عودي عسى نفس ما سمعت. في دول عيونك انا اتشرف. الي الشرف. الله يقويك وانت بطله وكل البنات اللي بالسكن الويات شن جنود. لان بهذه العيشه مال انزل 10 ب 10 وكل اسبوع هاي بس الولد بالجيش يسووها فانتم منجزات وانتم نساء عظيمات. الله يوفقكم يا حبيبتي. بدول عمرك. تسلمي لي بفضلك ابو علاء. فضلك خواتك. ربي يحفظك. عيني تسلمي. انا عايش عيني عيني. مع السلامه. نشوفكم بخير. ها مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم كل عائله نسولف وياها وكانه هي جزء من عندنا واهل ونعرفهم كانه صار لنا هوايه. ما ادري هاي الميانه الحلوه زايده ما زايده ويا الناس اللي نشوفهم على طول. الله يساعدكم. عادي اسولف ويا احد وياكم. شلونكم؟ نقعد حمزه. ليش ما تجون انتم يمي شويه ورا الفطور تتمشون تغيرون جو؟ شنو تعالوا شنو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. حياك ان شاء الله. استفاطمه هلي مرحبا. لي شرف التقي بيك. الله يعزك. احنا خطار عليكم من الناصريه ونشربي مشتاقين للست. الله يحب. ليش ما تجينا؟ زعلانين عليك. لا والله ما يهون زعلكم. شو رايك تجينا؟ اي بخذن الست. ول عينك. لا والله زعلكم ما يهون. حبيبي اي والله 100 هلا. على راسنا. الله يعز الست. احمد الله. اي والله مشتاقين لك. الضحكه الحلوه ابتسامه. الله يخليك. تعودنا احنا دائما على شاشه الفنو الفلوجه العفو دائما تزرع البسمه وهيك برامج حلوه محتاجين. الله شاك خص بالناصريه امانه تجونا والله ان شاء الله. على راس هلا والله. وبعد ناصريه ذواقه للشعر وهي ام الشعر بعد هي مولد الشعر والابوذيه. الله يعز الشعب العراقي صار يشوفوك يشوف الشعر. اي والله ما بيحنا وين ما اشوف ست فاطمه نشوف شعر يعني صرنا ذواقين. بدول عيونك. رمضانك مبارك ان شاء الله جميع عمية هلي. الله يعزك ان شاء الله للجميع ستر والعافيه. الله يحفظك. رمضان مبارك عليكم يا رب. صحه وسلامه ان شاء الله على الشعب العراقي اجمعين. كل انت من الناصريه؟ من الناصريه. يصير منك محمد بس صديق احنا انا اكثر من الوليد. شو تريد من محمد؟ اريد اخذ الصوره. مو جاي مو نسوي لقاء وجاي نسولف. عفتني وتريد تاخذ الصوره. نعم من عندك. الله يسلم الست. الله يخليك. احنا الشباب هنا طالعين مجموعه هي اكثر من واحد هنا ما يقارب 10 زياره هنا والحمد لله ارتقي. والله احنا نباع حبل الليل اجينا اجينا الجاي زرنا ودعينا لكم ان شاء الله بستر العافيه لامه محمد. زياره مقبوله. الله يحفظك ويسلمك. وين فطرتوا؟ هنا ببغداد والله وهم تونسني وشفنا اجواء حلوه كلش حلوه. والصدفة جاي هنا نفطر وشفنا ست فاطمة قلت لازم نشوفها. تأخرنا هسه السائق منتظرنا قلت له والله لازم نشوف ست فاطمة. يلا روح. على راسي والله أنا أتشرف. ميت هلي وأنت تشرف. شرفونا بالناصرية يومية هلي. الله يحفظك. احكي لي شعبية من الناصرية يعني أمانة.
وخاصة أنك بيجات موجودين يعني كلها فاطمة غيدار فاطمة غيدار. الله عليك تسلم لي على أهل الناصرية وتسلموا لي على أهلكم بالأخر. ما بالعكس مو بعيدين عليها إن شاء الله. أنا أصلاً عندي شغل بالناصرية قريب. بس إن شاء الله إن شاء الله نروح أنا وشاشة قناة الفلوجة نطلب مخرجنا هذا مخرجنا شوفوا أو يمك كل ربط يمك. هاي الروح. فاطمة بعد هاي بعد لازم تجون. إن شاء الله نروح ونسوي سلسلة حلقات بمختلف محافظات العراق. لأن إحنا زائرين كذا محافظة وإن شاء الله نزور كل المحافظة. ناس تفاد ما الله شاهد محتاجين الضحكة والابتسامة دائما. وتدري الناصرية عانت ما عانت إحنا نريد نعوض الشيء البسيط والشر فينا الاتمهات. والعينك أنت شغلك ببغداد لو بالناصرية؟ لا أنا من الناصرية بس جيت زيارة. أوكي شنو شغلك بالناصرية؟ أنا سائق. سائق شنو؟ سائق تاكسي. يعني ها تاكسي لا خط ولا تريلا ولا تاكسي. سائق تاكسي داخل. نعم. الحمد لله الله يرزق. الحمد لله الله يحفظك. مزوج عند أطفال الحمد لله وشكرا. ما شاء الله كبر له. صغير زهورة وشموسة ومحمد. ما شاء الله الله يبلغك بيهم العافية والفرحة. الله يحفظ الست احمى الله والدي ودائما عندي بنيتي هاي زهورة كنو هاي بابا ماله عمري زهورة. بابا وين اروح كان؟ قالت بابا عمري قلت يا وش وش؟ عمري انا وياك تشوفنا الله يحفظك الله والله مشغلتك هاي مال هي فاطمه قالت بابا عمري الله يعين ست فاطمه يعني مو دائما قلها مال عمري تجي موقف او فشي يعني عفويه لا اراديه والله الصراحه يعني شلون يدافعوا لي شفتي يقول له تجيها عفويه هاي سالفه بدول عينك سالكم سؤال جواب ان شاء الله لا الله يقدرنا ان شاء الله ان شاء الله تقدرون تجاوبون ما هي السوره او اول سوره قرانيه نزلت على الرسول محمد عليه افضل الصلاه والسلام تريد تغش انت اكو خيارات انت تريد تغش لو خيارات ها اوكي سوره الفاتحه نعم او سوره البقره نعم او سوره العلق نقول سوره فاتحه ان شاء الله ليش ما تفكر فاتحه الكتاب هي اول ما فاتحه الكتاب بس مو شرط هي اول سوره نزلت على محمد رسولنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام نعم ما متاكد يعني معلوماتي مو ما متاكد فاتحه كانت ثلاث اختيارات اي سوره العلق سوره الفاتحه سوره البقره نقول سوره العلق طيب كذلك ماكو مشكله العلق على الواهس لو متاكد لا والله بعد انت هاي على واهسك انت قلتي له غير هاي جوابكم صح سورة العلق هي السورة الأولى اللي نزلت على سيدنا سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام هذه صليت على نبيك هذه هدية مقدمة من شركة رحلة النبع للسفر والسياحة رحلات عائلية تذكرتك مجانا تأخذ العائلة وياك والعليش يجيبهم الناصرية الياد ليش وديهم خطيه خلي تونسوا ان شاء الله بس ايش يجيبهم يجيبهم ويجيبهم وديهم قدام زهوره بابا عد سافره خي ودي اي والله بس هذا شوفه بعد شي خلصني لا تخلص خت الله يحفظك ست فاطمه الله يستر عليك وحم الله والديك والفرح مع على والدك على نفسيه طيبه والله يعزك شرفنا شرفنا في دول قلبك كل عام وانتم بخير ست والله يسلمك كل اهلك يعزك الله يعزك الله مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم من هذه الحلقة احنا متواجدين اليوم بشارع فلسطين اجواء شارع فلسطين بايام شهر الفضيل حلوة والناس قاعدة وما شاء الله من المحافظات جايين حتى يتسحرون او يفطرون في منطقة شارع فلسطين احنا دائما نتراود هنا بشارع فلسطين ما شاء الله يعني كلش احب الشارع هو سايدين كلش كبير بسوق كلش حلو وعادة بهذه الايام المفترجة يكون اكو هواي ناس تتسوق حتى تتحضر لايام العيد وحتى الجلسات واللمات اللي تصير بايام رمضان بعد الفطور فتعالوا نكمل حلقتنا بس بعد الفاصل اهلا وسهلا حبيبتي رمضان مبارك علينا وعليكم ان شاء الله وعلى الجميع يحفظك ويخليك خيمه للعائله ان شاء الله في دول قلبك الله كل سنه وكل عام ينعاد عليك بالصحه والبركه الله يسلمك يا قلبي شكرا خاله ام منو ام عمر ام عمر من وين من العظميه الله لعبتي انا العظميه والكاظميه اموت عليهم لان تلقين اهلهم عايشين طقوس رمضان بالتفاصيل كلها مناطقنا ان شاء الله الكاظميه والعظميه كليتنا اهل ان شاء الله اكيد والله اشهد الله احكي لي خالتي سالتك ايش قد بالعظميه والله صالي تقريبا انا اقول سنتين قاعده بيها ايه قبل وين باليرموك باربع شوارع حبيبتي خاله زين احكي لي عن طقوس رمضان بالعظميه شلون تمر وياك وطقوس رمضان من كنتي قبل باليرموك شلون تمر وياك والله هي انا اقول لك يعني حلوه بكل مكان
احنا على عادات قبل. شنو هي عادات قبل؟ يعني ندق الباب على العالم، نودي لهم الله قاسمه، وما يرجعون الماعون فارغ الا يجيبون بيه فتفشي، ونعزم الاهل يعني هيك. يعني تعرفين انت هسه لا والله شو يعني ماكو، اتعجب ما اعرف والله، هي الدنيا نفسها بس ما ادري النفوس تغيرت ما اعرف، بس ان شاء الله نقول الطيبين موجودين. والحد الان، الحد الان يعني الحمد لله والشكر مدام سالمين والله ساترنا، الحمد لله والشكر، بس الدنيا بعدها بخير الحمد لله والشكر. الدنيا بعدها بخير. خالة انت برمضان شنو اكثر الاكلات اللي من تطبخيها تقولي لازم ما تزعلي بيت فلان، بيت اخويا، بيت اختي، شناي؟ شل فراي. اي نحبي والكبه انا اقول لك. على من الدزين من تسويهن؟ والله بناتي. امي هي بالبدايه قالت بناتي، بعدين خفتي لي يزعلون قلتي ولدي. صح. اي حبيبتي. كم بنيه عندك؟ ثلاثه. يا يما الله يحفظهم لك ويبلغك بهم العافيه. قلبك حبيبتي، خلي والدتك ان شاء الله الله يسلمك يا عمري. خالتي لمت البنيات شلونها؟ والله حبيبات. حبيبات. اي اي والله حنينات. اي انا اقول لك زين. من يلتم من يمك تحسين انه تعب بالفطور وده تحضرين؟ لا 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 لا. شلون يكون هذا اليوم؟ على قلبي مثل العسل. اي والله اي والله. من والله وحده قاعده باليرموك همينه. اي وحده يمي همينه بسبع ابكار، وحده بالعظميه همينه يمي. حلو. اي انا اقول لك اي التمون والله والصفره تصير حلوه حلوه يعني برمضان. كلش قد يجون ان شاء الله. أنا يعني أدز عليهم مرات، هم يعني يعزمون نفسهم يجيبون يعني فطورهم وهمينا يجون، أسوي أكلة غريبة يجون. أنا أقول لك زين. عندك أحفاد؟ خير من الله. 13 واحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلون صغيرة؟ عمرك خالة صحة وعافية، من مبين عليك العمر والله. قلبي في دول قلبي. المرة اللي تهتم بأناقتها وشكلها وتحترم عمرها، هذه مرة تتخلى عن الراس. يعني ما شاء الله عليك والله العظيم، يعني انت قدوة انه انا اذا اقصير بيبي لازم ابقى انيقة. هاي شهادة انا اعتز بيها. شهادة اعتز بيها. بس ما شاء الله 13 حفيد. صدق خالة ما شاء الله. عين النبي باظ. اي وبت بنتي همي انا متزوجه وعندها اطفال اثنين. الله يستر عليك. والقلبك حبيبي. من يلتمون ل 13 كلهم يجون؟ اي والله بس على قلبي مثل العسل. صدق خالص. اي والله كلهم هنا هيك بلبه القلب؟ والله يقول لك ما عزمنا الولد الا ولد الولد. كلهم. الحمد لله الله يسلمك. اعز حفيد عندك؟ هذا اللي من يريدون منك فلوس يقولوا لك بدعت فلان. من؟ والله كلهم انا احس واحد عزيزين. وانا عايشه هذا الشيء ويا والدتي. اي لا تقدرين اكيد هم يعرفوه. اكيد هم يعرفوه خاله. وياي الصغيره ماذا تسمع؟ دول اولادها. الحلقه من تنزل ما تشوف ماذا تسمعنا هسه؟ ها منو؟ عزوة بيني وبين ابنك كبير. ابنك كبير؟ شو اسمه؟ خطاب. شو اسمه؟ خطاب. خطاب؟ عمر كبير؟ اي فدوه يعني ابو خطاب. يعني احنا هسه تحياتنا الخطاب، احنا دا نحكي بصوت ناصي بس هم يوسف يوسف الاحمر. يوسف شوف يوسف وخطاب احنا ما حد يسمعنا هسه، بس حيشوفونا شي مليون مليونين مشاهد. احنا كلش بيبي تحبكم وانتم اعزاز القلب يعني ولا صغرا بالباقين. اي كلهم كلهم عزيزين علينا ان شاء الله. اللهم يبلغنا رمضان ان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين، ويعود عليكم بالخير وعلينا ان شاء الله وصحه وعافيه وستر. وان شاء الله هاي الدنيا يعني ان شاء الله طيب حلوه وطيبه ان شاء الله بوجوه الطيبين. لا طبعا احنا بخير الحمد لله. الحمد لله احنا بخير حبيبتي. يحفظك ويستر عليك قلبك ويستر عليكم ان شاء الله في دول عمرك. خلاص اريش سؤال حبيبي. اكو سوره بالقران الكريم بدون بسم الله الرحمن الرحيم؟ اي سوره ال هاي على اساس تهموها سيدتنا خديجه لو عائشه؟ عائشه لو خديجه. السوره شو اسمها؟ والله اني يعني خاتمه القران 12 مره ما شاء الله ما شاء الله. بس والله ما اتذكر هي على طرف لساني. تعرفين اعطيك اختيارات هواي يا ريت. اوكي سوره البقره لو سوره مريم لو سوره التوبه. سوره التوبه. سوره التوبه. انا ادري شاطره والله حبيبتي. لا لا مبين بالبيت ضغوط والهايه. انا اذا عندي 13 حفيد انا ما اصلي بعد. الله يحفظك يوم في دول وجهك. خالتي هذه هديه مقدمه من السلطانه لينو، تنسيش تعب الفطور وتعب الاحفاد والفلوس اللي تصرفيها على العيد شويه. يا حبيبتي شكرا. رمضان الخير عليكم وعلى الجميع ان شاء الله. شكرا جزيلا. انا الشرف بهذا لقائكم ان شاء الله. ورمضان الخير عليكم وعلى الجميع ان شاء الله يا ربي. عرفتيني من عواده في دول. شكرا جزيلا. مع السلامه ام وابويا. الله يحفظ ام عمر
وكل امهاتنا، وما شاء الله يحفظ لها ال 13 حفيد. تعرفون يعني شنو 13 حفيد؟ يعني اذا اني الله خلى لي عمر وصار عندي 13 حفيد استقيل من اطلع تقاعد حتى من احفادي، مستحيل ولا اقول اعزاز ولا هاي السوالف، مو سهله ترى 13 حفيد يعني مو حكي لسان. مرحبا اوقف، شلونك؟ الحمد لله. شنو اخبارك؟ رمضانك مبارك. مبارك عليك علينا وعليك. هذا اسمعك صوتك انت علينا وعليك. رمضان كريم عليك. علينا وعليكم ان شاء الله. ليش صوتك ناصي؟ بلا عيمك توجع؟ ليش لابس صيفي؟ ليش ما تلبس حتى تدفى؟ شقت قنصلتي. شلون؟ شقت. شقت قنصلتك؟ الله يرزقك ان شاء الله ويفتح بوجهك. تدري شنو؟ اني لو منك من ابيع العلج حتى لو احصل الف اروح اشتري من الباله قمصله حتى ما اضل بردان. لا مو هسه راح اشتري هسه. راح تروح تشتري؟ ليش اليوم انشقيت؟ إيه؟ الله يساعدك امه وابويا ويفتح بوجهك ان شاء الله. والله والديك. ويرزقك يا رب. انت من وين؟ سوري. سوري. من سوريا؟ من وين من سوريا؟ من حلب. من حلب؟ صار لك ايش قد بالعراق؟ صار 13 سنة. 13 سنة؟ ايش قد عمرك واجيت هنا؟ عمري كان 3 و 2 وجتنا. 2 سنتين؟ وهسه عمرك ايش قد 15؟ ايه. زين صار لك ايش قد تشتغل تبيع عدل؟ صار تقريبا 10 سنين. شاقة. والله. زين يوميا تخلص الباكيت لو يبقى لك ثاني يوم؟ لا اخلصها كلها اروح البيت. خلصها يلا ترجع البيت، اذا ما خلص ما ترجع. لا. ان شاء الله يرزقك. الله يفتح ابوك. ما فكرت شوية شوية تجيب كيكة بطل مي شيله بس علش تبيع؟ لا اني وانا وش جبت مي زين بعد ما استفادت منه. ما استفادت؟ لا العلش تستفاد منه؟ ايه الحمد لله. الله يرزقك وان شاء الله يا رب من هذا الباكيت صار عندك محل كلش كبير. رحم الله والديك. تجوال وجهك. طول هدية شباب، هذه هدية لك ان شاء الله تستفاد من عندها وتصرفها بالعافية وبالهنا ورمضانك خير وبركة. رحم الله والديك. حياك الله، مع السلامة. فدول عيونك ووالديك. اصلا ما حسيت السوري ايش قد ما يسولف مثلنا، صار له 13 سنه بالعراقي وما بها مجال، لازم يحكي لهجتنا. احنا مستمرين وياكم، احنا كلش نحبكم ونموت عليكم، واكو بنيه حلوه هناك خلي اسولف وياها. الله عليك حمزه تعالي، ما اطلع فاصل والله فاصل ما اطلع. شنو هالجمال؟ رمضان كريم علينا وعليكم. يا عمري شنو هالحجاب الحلو، تعالي خلي شوفك حمزه. حمزه اذا تشوف الاناقه والجمال والحسن هذا بس قولي لي، انت هذا الحجاب تلبسيه بس برمضان لو انت محجبه؟ لا انا محجبه. في الدول وجهك صارت ايش قد محجبه؟ من الثاني ابتدائي. يا امي يا امي جميل. منو قنعك ان الحجاب هو زينه للمراه وحلو الستر؟ ماما. ماما وينها ماما؟ وينها ماما؟ ما ادري وينها. هذا بابا هنا، هذا ابوك هذيك. يا عمري يا امك تجنن. في دول وجهها الله يحفظها لك ان شاء الله. لا ولافه هاي لفه تركيه وحركات. شنو أنا ممكن تبقدك هم كنت محجبة، كان عبالي إنه ما يصير ألبس حجاب وأنا صغيرة. من كبرت قلت الحمد لله يا ربي إنه أنا من أني وصغيرة ما حشايف شعري. أنا هم قلت الحمد لله. أنتي هم يجي تحسين؟ إيه. أنتي أصلاً جميلة وأميرة كلش حلوة. حبيبي. فتوى العيونك أنتي يا صف؟ آه خامس. شلون هذا درجاتك؟ لا زينة. ها. يعني ابني ترى سنة الأخرى راح يروح رابع ورا خامس و. فتشجعينه يروح لو مو قبل الثالث؟ لا سهل كلش. ها يدبرها يعني؟ ايه. 10 و100؟ ايه. الحمد لله. زين ايش قد تاخذين بالامتحانات اليوميه؟ اخذ يعني كل درجات كامله. صدق؟ والله. يا ربي يعني هم انيقه ومحجبه وهم شاطره. زين ما عندك ستينات خمسينات؟ لا لا. النام النام؟ لا. ترى الخامس صعب؟ لا لا. ابد؟ ابد. حلو. زين اسئله سؤال ديني وتجاوبين؟ ايه. وبطله؟ ايه. وما تخسرين؟ ايه. و كل شاطره. اوكي تعالي، ما هي اول سوره بالقران الكريم؟ اول سوره من تفتحين الكتاب تلقيها سوره الفاتحه. ما هي انا اصلا اعتزل واتنازل وانت اصلا شاطره وبطله وتخبلين. شنو هاي يا عمري؟ شو اسمك انت؟ رقيه. رقيه فتول. الله يا ربي كل هيك كامله مكمله، الله يستر عليك. انت اميره وجميله وستكبرين وتشوفين ايش قد انت انيقه بهذا الحجاب. شكرا. فتول عيون. شباب انطيني هديه. شنو رايك تنطيني هديه؟ عاشت ايدك. شوف احنا ورا الفطور جماعتنا يخبلون ما بيهم حيل حتى يوزعون هدايا، بس شو سوى انا اتحملهم. هاي هديه لك من مطعم داوة، تروحين تفطرين لو تتسحرين والف عافيه عليك. شكرا. امي وابويا مع السلامه. باي باي. فدول وجهك مع السلامه حبيبي. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بناتنا وبناتكم اجمعين يا رب. وش قد حلو ولا صغرا بناتنا السافرات، احنا كلش نحبكم كلش نعزكم وانتم صديقاتنا وخواتنا وصديقات عمل واقاربنا وكل شيء تصير من عندنا، بس البنيه المحجبه ما شاء الله وكانه رب العالمين يرزقها نور بوجهها ويرزقها جمال اكثر من جمالها وحسنها. احنا مستمرين ونروح الفاصل ونرجع. يلا نروح فاصل ونرجع.
هذا البرنامج برعاية لينا. جمال ابتسامتك علينا. رمضان مبارك علينا وعليكم ان شاء الله. الله اكرم. الله يسلمك. يا مرحبا. هلا بيك. ابو منو؟ انا ابو زيد. ابو زيد. ام زيد رمضان مبارك. رمضان علينا وعليك حبيبي. شلونك؟ زين. شو اخبارك؟ شو اسمك؟ انس. انس يا صف. تلحق تصوم برمضان لو ما تلحق؟ الحق. تلحق؟ صوم صوم كل الوقت لو صوم العصافير؟ انا البارحه صمت. ها بطل. صوم العصافير لو صوم طول النهار؟ عصافير طول النهار. عصافير طول النهار حلو هذا الصيام حبيته. انا حصومه من باكر. صوم عصافير طول النهار يعني طول النهار اكل. اوكي بطل. انت كلش حلو على فكره ستايلك والستره وحركات. شكرا. يا يما في دول وجهك الله يحفظك. تعال هنا تعال حتى نبين بالكاميرا. بس اثنين عندك؟ نعم بس اثنين. بنات ما عندك؟ لا ما عندي. شارعين قلبك؟ لا زينين. هادئين؟ زينين. حضرتك موظفة ولا ربك؟ اي نعم موظفة. شلون روتينك بأيام رمضان؟ يعني زين والله. دوام ونرجع أولاد ومدارس والحمد لله ماشية زين الأمور الحمد لله. ورا الفطور نحلانة ما بيش حل. اي عافية. وإذا عندك دراسة شو تسوي؟ أقعد أقريهم عادي. حبيبي الله يقويك حبيبي. دوامك شو وقت ينتهي؟ والله ساعة ثنتين أوصل البيت بثلاثة يعني. مشكلة الدوام طريق ساعة ساعة ونص. اي والله. زين ابو منو؟ انا ابو زيد. ابو زيد. ابو زيد شوية تعال يمنا حتى وجهك يصير على الكاميرا عاشت ايدك. ابو زيد شغلك دوامك برمضان شلون؟ انا موظفة مهنة مدرس. حلو. اي نعم. بيناتكم كادر تدريسي؟ لا لا هي على الصحة. ها حلو. نعم. زين شلون الدراسة وياك؟ والله ماشية. والطلاب؟ والله الحمد لله ماشية. كم يعني. مراحل تدرس؟ انا اعدادي. الله يساعدك. شلون تقول ماشي؟ بس انا محول على ابتدائي يعني حاليا. ايه يعني شهادتك تقرا اعدادي لكن انت تدرس ابتدائي. هو يعني درست يعني فتره بالاعداديه وحولت على ابتدائي يعني. شنو فرق من تدرس ابتدائيه واعداديه؟ الطلاب شلونهم؟ الجيل شلونه؟ والله يعني زينين يعني. يعني سلبيات؟ والله بكل يعني كل مناطق او كل واحد عنده سلبيات. طلاب عندهم سلبيات، طلاب زينه يعني. هاي السلبيات تلقيها بكافه مدارس يعني وبكافه المناطق. كلش طبيعيه يعني. ممكن نتلافاها لو لا؟ اكيد اكيد. نتلافى السلبيات الموجوده بالطلبه حسب الكادر التدريسي اولا والمدرس او المعلم يعني. شلون اقول لك يعني يصير قريب على الطالب او التلميذ. حلو. كلش قريب يعني فتنحل. قريب عليهم كلش. تواجهوا وياهم مشاكل بشكل مباشر لو؟ اكيد اكيد حبابي. اكيد يعني اللي عنده مشاكل عنده مشاكل نحلها واللي ما عنده يعني طبيعي الامور. مدارسكم اهليه ولا حكوميه؟ لا لا حكوميه. حكوميه. شنو اصعب شيء بالمدارس الحكوميه اللي لحد الان مدى تعرفون تعالجوه؟ والله هو ماكو شيء صعب يعني. والتربيه وزاره التربيه يعني كل سنه تطور المدارس يعني. يعني اكو تطور. اي كل كافه اكو مدارس هوايه تحتاج الى اكيد 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 هذا شيء اكيد. بس احنا يعني مثل ما نقول لك يعني ما نقدر مثلا نقول لك بليله ويوم الدوله انه اكو مدارس هوايه. ف يعني بدي اسوي اللي عليها انا اقول لك يعني وازيد يعني بصراحه يعني. زين ككادر تدريسي عاده احلى شيء عندكم ريوق الصبح والشاي والجبن والهاي. برمضان شلونكم؟ كل واحد راسه يوجع ومطايق. اكيد اكيد والله. هو شهر يعني وشهر فضيل يعني واحد لازم يعني هو شهر بالسنه يعني. زين فنتحمل يعني. يعني هو شهر واحد يعني ان شاء الله. الحمد لله. الله يرزقكم الصحه يحفظك. الله ويسلمك. وشكر لقناتكم قناه الفلوجه وكل الهلا كل الهلا. تشرفت حبيبي. شكرا جزيلا. ان شاء الله رمضانكم مبارك علينا وعليك حبيبي. حبيبي علينا وعليكم. سلام يحفظ لك الولد ان شاء الله. باي باي في دول عيونكم. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم. الله يساعد الكادر التدريسي. الله يساعدك. يساعدك انت. شخبارك؟ الله يحفظك. رمضان مبارك في دول قلبك. عليك وعلينا. شلونك ويا رمضان؟ والله نعمه. صوم لو لا؟ ان شاء الله ليش لا. الحمد لله والشكر. انت متزوج؟ لا متزوج. ان شاء الله بالطريق. يا عيني بعدك بابا جديد؟ ان شاء الله. حلو. مجهز فليساتك؟ لا طبعا ما مجهز فليساتك. بعدني. ليش؟ شوي شوي. ها. والله تشتغل؟ نعم بالملابس. عامل لو صاحب محل؟ لا والله عامل.
الحمد لله. شنو من تشتغل عامل بمحل شنو تسوي؟ تصفط ملابس، تبيع، شو تسوي؟ والله من الصبح تجينا ملابس عليك ارتبها واظل الليل انا ابيع بس. انت من وين؟ انا بالمدينه. ها من مدينه الصدر؟ ايه. وايد اليوم شفت ناس من مدينه الصدر. والله متابعينك. اتشرف. شلون اجواء شارع فلسطين؟ والله حلوه ممتعه. انا شويه شنو اجر الحكي منك قول؟ قلت لي على اجواء حلوه اجواء ممتعه. بعد احكي لي شنو يصير ورا الفطور من عندكم؟ حلوه يعني عالم تطلع يعني كلش اجواء حلوه هنا. برا الفطور تبدا الاجواء. ايش وقت التطور؟ برمضان ب 12 بالليل. تبقى ال 12 يعني؟ ايه في دول قلبك. ايه. بالفطور ترجع للبيت تفطر وترجع للمحل وتفطر هنا؟ انا نفطر. زين هسه انت هنا تبقى لحد ال 12 السحور بالبيت؟ السحور لا لا. سحر سحر هنا انا يا مولد نطلع تبقى نطلع. ها تطلع جماعتنا نروح نسحر بناتنا ونرجع للبيت. عايش حياتك والله. اي والله. الله يحفظك. دوا قلبك. الله يحفظك. امك ابوك شلونهم؟ والله ابوي مستشهد بس امه الله يرحمه ان شاء الله. انا اسفه. الوالده شلونها؟ لا نعمه بخير. شنو اطيب طبخه تسويها برمضان؟ كبه. كبة هاي الحمراء لو كبة قلاب؟ لا لا حمراء. هاي اللي وياها سوب وتشربها. سوب اي. اي والله ما قطيب من على امهم تسويها طيبه. والله امي بس هسه تدري امي تغيرها الوقت قامت تدز لنا هيجي من المعمل وكبة. والله هاي 50 كبة والله يمه لحم عراقي. يمه وين كبتك هاي كبة الموصل اللي تسويها؟ غيرها الوقت لامي. ناشدها. لا تسوي لي كبة. والله اسوي لها كبة تستاهل. اي كبتي انا اللي احبها كبة الموصل. كبة الموصل اسوي لها تستاهل. لا تدزي لي هاي كبة وتسوي لي اياها ما ادري شلون. خاف تعبانه هاي تم. والله سودة على يديها توجع. اشتغل بداله. وين اعرف الف كبة؟ خل اعرف اقليها. اقليها تتفتفت. تعال من منها هي الظاهر. اي لازم لازم. اشوفك بخير. في دول قلبك. رمضان عليك. في دول روحك. يحفظ لك كريم. ان شاء الله ان شاء الله تصير احسن اب بالدنيا. في دول قلبك. الله يرزقك. رحم الله والدي. مع السلامه. بعد عمرك خير. الف هلا. مشاهدينا الكرام خليكم ويانا، احنا متواجدين بشارع فلسطين بغدادنا الحبيبه بالرصافه الحب. ما شاء الله الرصافه طبعا اليوم انا جيتها صار فتره ما جاي انتبهت انه اكو جسور بالتقاطعات اللي قبل او بعد جسر الحديدي كامله وتم انشائها ومرتبه وتجنن. ردت روحي صدق هيك فرحت وحبيت اشكر كل شخص اشتغل على هذا الموضوع وعمل. بغدادنا لو يتبلط بيها رصيف كل 6 شهور تتعدل. فاحنا كنا امل انه كل شيء ببغداد يصير احلى واحلى وان شاء الله نستقبل العيد ونستقبل رمضاناتنا الجايه بكل حب وخير وسلامه. شوفكم بخير بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام طبعا بالعافيه فطوركم بالعافيه الحلويات اللي مسويها ورا الفطور. او احنا حاليا طالعين بواجب ما نلحق. احنا يا من الفطور للسحور ما نلحق ناكل حلويات وهالسوالف لو بالطريق لو ما نلحق. الله يساعدك حجي. شلونك يابا؟ الله والديك. رمضان بخير. بخير ان شاء الله. في دول يابا. رمضان كريم عليك. بخير ان شاء الله يوصل عراق. في دول عليك. شلونك؟ الحمد لله وشكر. شو وقت تتفتح ورا الفطور ولا قبل الفطور؟ هسه تفتح ورا الفطور برمضان انت. احنا بايام مفترج خمسة من قبل الفطور تجي؟ قبل الفطور حبيبي من الفطور ويا الفطور تروح للبيت؟ اي ترجع ورا الفطور تفتح. ارجع. الله يرزقك ان شاء الله. ايش وقت تبقى؟ ابقى 10. الله يرزقك يا رب. تفتح وجهك ان شاء الله. تحبون الفراوله مالتك؟ والله هو رزق بيد الله. نعم بالله. عندك زباين يجون على الفراوله؟ يجون يجون يجون. الف عافيه عليهم ان شاء الله. حجي اللي يشوفك المفروض يجي يشتري منك. فدوى لعيونك يابا. شلونك انت؟ الحمد لله وشكر. الحمد لله وشكر. عندك عائله كبيره ولا صغيره؟ والله انا عادل. اي ما عندي عائله. بس متزوج؟ متزوج ومطلق. واولادك وين؟ واحد ميت. بس واحد عندك؟ بس واحد ميت. الله يساعدك. اي والله. انت ويا من ساكن هسه؟ ساكن ويا اخوي. اخوتك هوايه لو شويه كم؟ واحد بس. اخ واحد وياه؟ اي الله يحفظك ان شاء الله ويبارك برزقك. انت صار لك ايش قد بشارع فلسطين؟ ما اعرف صار لي سنه. سنه. شنو رايك وانت اصلا وين ساكن؟ ساكن انا رحت شكل العدل. اي حمال. حمال وين؟
بشورجه. الله يرزقك يا رب. وين بيتنا؟ بيتنا بالمدينه بس بعناه. زين. بعناه كل واحد اخذ حصته. ايه. بس انت وين ساكن؟ ساكن شاف شاف فلسطين. هنا قريب. هنا قريب. الحمد لله. زين شلون هالمدينه؟ المدينه زينه. حلوه؟ حلوه. الله يحفظها ان شاء الله. صار لك ايش كم سنه عايش في المدينه؟ صار لي فوق العشر سنين. ها يعني عمرك كله قضيته بالمدينة؟ ايه. شلون هالمدينة؟ احكي لي شوي يعني. المدينة بخير. هسه خير ودنيا وشوارعها طيبة ومتبليط. صح. وحدائق جديدة. حدائق اي. نعم ما اجل. الحمد لله. نعم. زين احكي لي على المدينة بأجواءها برمضان شلون؟ والله. سحورها، فطورها، الناس من يتعلمون. كله بحلون وبخير. والله فادع لهم خير. الصيام خير. لا صوم حجي؟ والله ان شاء الله صوم. انا مو هذاك شوي التعب تعب وانا بصير عطيني والله. الله يعينك ويساعدك ويبارك بعمرك ان شاء الله ويرزقك ان شاء الله بقوة الله. ها عيني؟ حددت وياك صورة. ما صدق وياك صورة يا يما، صدق وياك صورة. خلي بس احكي ويا عمو، شنو رأيك؟ تنتظرين دقيقة واحدة؟ اوكي؟ ايه تعي وقفي يمي لا تروحين بعيد. كريم انطيني حجي هذا مبلغ مالي من راعي البرنامج. ان شاء الله يا رب يفيدك ويفيدك وتصرفه بالعافيه وبركه. بارك الله بيك ورمضانك مبارك ويحفظ ان شاء الله ويحفظ العراق. ما الله والديك وينصر ينصر العراق وينصر وينصر كل على عداي علينا. والله ادعي لنا والله. والله ان شاء الله وقوه الله وانصر بقوة الله مو بقوة بشر بقوة محمد رسول الله خاتم الأنبياء. مع السلامة. مع السلامة. مع عيون قلبي. بخير إن شاء الله. أرضك العافية. حبيبي مع السلامة. حمزة عادي ناخذ صورة مو يلا تعالي يلا ها وين عفتيني؟ يا وين راحت وعافتني؟ انتظرك لو أروح. ها يلا أوقفي تقول أوقفي أنا أصلا واقفة دا انتظرك يلا تعالي. أحلى بنية بالدنيا تصور وياي يا ربي طيني. الله هذا تليفون منو؟ ما احتج ما لحتج؟ اوكي. الله هذا تليفون احتج؟ زين اعطيني بوسه وروحي فلوس الصوره. الله يا ربي يا ربي فدوى وجهك مع السلامه فدوى العينها. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم. تحية طيبة لكل عوائلنا. احنا ارتئينا بهذا الموسم من برنامجنا تحديدا انه احنا نوصل لكل منطقة ببغداد. اللي احنا نقدر نقدمه نقدمه من رعاة برنامجنا. طبعا شاكرين تعاونهم ويانا. المبلغ المالي هو شقد ما يكون ضخم وشقد ما يكون قليل لا يقدم ولا يأخر ولا يغير حال. والهدية هي ما تغير حال، لكن هي مبادرة. حتى لو تبتسمون تحسون انه احنا قريبين عليكم، تحسون انه فاطمة قيدار ولوجو قناة الفلوجة برنامج رمضانكم مع فاطمة قيدار زائد كل هدية تقدم من رعاة البرنامج اذا كانت مالية او هدية ملموسة انتم تستخدموها فبألف عافية عليكم. هو ماكو شيء قيمتكم ولا اكو شيء. عليكم السلام. ها عيني شلونك؟ زين. شو اخبارك؟ الحمد لله. شو أبوا على الأناقة؟ الله شنو هاي الأناقة؟ عمري. مقصودة مقصودة. شلونك؟ شلوني؟ شو تصير منك؟ من جوارنا. أنا نتابعك إحنا وأبويا بالتلفزيون. إحنا وأبويا تابعوني بالتلفزيون؟ حلوة بالتلفزيون لو لا؟ هي حلوة. وحلوة بالحقيقة لو لا؟ حلوة هي. صدق؟ قولي أنت حلوة. أنت حلوة. شكرا. التهم حلو جميل. أنا أحسن من هذا؟ ليش خطي شو مسوي لك؟ مو حلو. بابا ليه اكبر من هيت ابوي. انت مو حلو. انت مو حلو. منو احلى اني لو هو؟ انت احلى ومو حلو. انت مو حلو. مو حلو؟ انت ما تدفع هو. هذا هو. تصرف يوميه هواي لو ما تصرف؟ ما اصرف يوميه هواي. ما يصرف عليك هواي خلي وجهك على الكاميرا. شو؟ انت حلوه. انا يا ربي انا خجلت انا كلش خجلت هسه صدق انت تشوفني انا جميله؟ اقول لك انت هسه مزين؟ هذا شعر هنا عيني مبين زيانك جديد. ها من يزين لك؟ ابويا. ابوك وين انت ابو لو شو تصير منه؟ لا لا زباين ادي تجوي والله قال لنا اسلم عليه. يعني هاي زبون انت جاي تشتري وصار لك ساعه تقول له مو حلو. انا عبالي والله انت ابو. لا فجوي زباين ادي فقال له راح اسلم عليه. ليش تحكي علي؟ احسن مو حلو. بعد هاي معناته هاي ما اقدر اقول له لا ادلي حلو مو حلو.
عندك لحية ما لا هو أحلى. أنت أحلى بس تدري الرجال حلو باللحية. ده احكياك عيني. أحلى أكبر منه لحية. أبوك عنده لحية أكبر منه؟ إيه. أي بس هو الرجال لازم يكون عنده لحية يصير شكله رجولي. هو أصلاً مو حلو. مو حلو خلاص هاي مو حلو. قناعة. سحب وجهي. لا عادي. رمضان مبارك. رمضان مبارك عليكم. الصحة والسلامة. ربي يحفظك ويخليك. يدول عيونك يحفظ لك الأهل. ربي يحفظك ويسلمك. يسلمك، شلون أجواء رمضان بما أنك صاحب محل هنا بشارع فلسطين؟ فأكيد الأجواء رمضان بعد الفطور تكون على تماس مباشر ويا الناس. أكيد. إنه أجواء رمضان كلش حلوة، خاصة هنا ببغداد وشارع فلسطين تحديدا. تكون أجواء رمضان تبدي هنا خاصة بعد انه 15 يوم لان الناس بعد ما متعودة على تتسوق اي تبدا تتسوق الناس تطلع لما متعودين على رمضان اول ايام صعبة تكون عليهم بس خاصة الناس تعاني من هواي شغلات هنا عندنا خاصة اي خاصة اصحاب الدخل المحدود زين هنا شوية تعاني من العيشة صعبة او ايجارات او شو لا الاقبال على الاسواق صارت ضعيفة مو مثل العوام اللي قبلها شنو السبب؟ سعر الصف الدولار البضاعة تكون أغلى فتكون أغلى وخاصة أن الراتب مالتهم يكون محدود خاصة إيه حتى الموظف حكومي حتى الموظف على راتب واللي أعمال الحرة عندهم خاصة فيكون طيب الإقبال على تصرف أنت بحالك إحنا كنا نحاول ننزل بالأسعار بس إنه أسعارها إنه إحنا نجيبها غالية فنضطر إنه نصعد بالأسعار مالتهم بس إنه نحاول إنه قدر الإمكان نخفض بيهن انه يقدر انه الكاسب عنده اعمال حره والموظف اللي على قد حاله يقدرون يجون هنا يشترون فاحنا قدر الامكان خاصه شارع فلسطين هسه جاي نسوي كل عروض خاصه سوق حلو اكيد بضاعتنا كلها تركي تركيه ودرجه اولى نجيبهن وبضاعه ستاندر يعني ما شاء الله اني صار اكثر من مره المحتاج اللي ما عنده ونساعد هنا كلهم كذلك هاي بغض النظر عن ذوقكم حلو انا يعني دائما اقول صاحب المحل هو يعرف يا عمري يا امي حيك عيني شنو انت شنو انت وين امك؟ هاي شنو هاي التربية هاي يا عمري الله يحفظها لك ان شاء الله في دول وجهك عمري انت في دول وجهك الحلو ابوي سبع جوز سبع انت سبع وين اكو منك؟ اول ما اجى حبيته قلت له تعال شوف هو حبك وانت ما اكل شيء يا خطية ليش تتنمر علي؟ عندك كرش ليش تتنمر علي؟ هو عندك كرش ابوك عنده كرش؟ اي تقول لي يسوي رجيم انا دائما اقول اصحاب المحلات الملابس النسائيه هو كفيل يسوق نفسه عن طريق بضاعته اكيد فبن تكون بضاعته جميله يجبر الزبون يرجع له مره ثانيه صح؟ اكيد اكيد انه اذا هسه تبين محل انت تشوفين بضاعته ما حلوه مره مرتين ثلاثه بعد ما تجي ولا توصلين نهائيا بس اذا تشوفين شغلاته حلوه واسعاره مناسبه راح تكررين الجيات مالته اكثر واكثر واكثر ويصير اصلا معاملكم ويرزق الجميع ان شاء الله والتوفيق لكل الجميع وخاصه هنا شارع فلسطين ان شاء الله يفتحها على الجميع وان شاء الله رمضان كريم علينا وعلى الشعب العراقي اجمعين بحق محمد وال بيت محمد رمضانك خير وبركه يخلي لك الاهل ويحفظهم ان شاء الله اذا ما متزوج تتزوج خاطب جديد الله تعال سولف وياك اوقف ان شاء الله يا رب بس اوقف خليني احكيك لا يا عمري انت لا ابويا انت الله يا رب يوم زواجك كل الهل واذا تسمح لي ابدا اسولف وياك عادي براحتكم في دول عيونك يلا جود سلم لي على ماما في دول عين الله يسلمك ما يبي يسعين شلون عندي عندي قول لي شلون تسوي الشعر بنات والله انا اخذه جاهز تاخذه جاهز مو انت تسوي؟ لا مو انا اسوي قاعد تغشني؟ لا لا وش؟ لا لا مو انا اسوي اي بس هو يعني سوده مالته انتم سبوق يسوونه ها يعني سوق زين مين تشتري؟ هو اخذه من يمنا يعني من المنطقه مالتنا اكو واحد يعني يسوي؟ اي نعم يسوي حلو الله يرزقك ان شاء الله تمني عن مدينة بغداد حياك الله رمضانك مبارك مبارك عينا وعيش الله يفتحها عليك ويرزقك ايوه تسعد الجميع شلون هالمدينه؟ الحمد لله شفت هواي ناس من اهل المدينه هنا أنا بشارع فلسطين مين سودتي؟ اي مو هنا من قريبين يعني المدينه بس القناه اوكي زين احكي لي على اجواء المدينه برمضان هي اجواء حلوه وهاي يعني واحد يدخل على الثاني يعني مؤدي وهاي حلوه يعني بعد ايوه يعني فطور فطور بدو يعني محيبس محيبس يعني يعبون محيبس هاي يعني لعبه قديمه زين اي وعيش يعني مثلا يروحون مثلا اقارب واحد يزعل الثاني اي نعم كلهم بالمدينه؟ يقول بالمدينه نعم قرايبك بالمدينه اي يقول بالمدينه يعني بالمدينه اذا واحد يشرد يشمر عليك حجاره يهدون عمامه يهدون شيء هوسه ما يطون مجال يا ابد ابد ما يطون مجال الله يحفظك يا معي 91 برمضان يمشي الشعر بنات؟ اي الحمد لله حسب العالم يعني انا من زمان من 2011 اي يعني ساي 14 سنه انا ما شاء الله اي يعني شلونهم زباينك؟ يعني زين الحمد لله ترجع الا تخلصها لو يبقى هو يبقى زايد ادبه ونوزي ثاني يوم أي. لازم يوم بيوم؟ اي لازم يوم بيوم اي تعرفين الله يساعدك تعال شوية هنا شنو رأيك تمام؟ صحيح. اوكي
لان خطي الطريق قطعناه يعني على الناس. يعني انت ذا بقع لازم تذبه؟ نعم مو ذا يبس ما يتعمه. روحه روحه خضراء. اي روحه خضراء عافيه. اي شلون واحد يبني خضراء هو ما يروحه خضراء. زين انت متزوج؟ اي الحمد لله. عندك اطفال؟ اي عندي اثنين بنات. يا عيني شو اسمهم؟ جنات وروان. جنات وروان؟ جنات بسالي عمرها 6 وروان 4. ما شاء الله كبيرة يعني. اي كبيرة. أي. اول ابتدائي صارت. اي بس بالرودة حاليا حتى انا جاي ادخلها. حبيبتي الله يحفظها لك ان شاء الله. زين انت يومية من تطلع للشغل من شو وقت تطلع وش وقت ترجع؟ يعني رمضان تحديدا قبل الفطور؟ قبل الفطور. اه ورا الفطور تبلش برمضان؟ اي يعني تقريبا من 12 و1 على حسب. الله يساعدك الله يساعدك. بس اجواء رمضان حلوه احسن من يعني من ايام عاديه. نعم رمضان خير وبركه وكانه مخصص يعني بس خير وفائده. اي والله خير وبركه وسلام. اجواء حلوه. ايوه سلام السال علينا وعيد يعني على 90 بالمدينه. اعطوني شباب هديه بالمدينه. هم عندكم هاي السالفه مال الجيران ناس تودي الناس فطور؟ نعم يا شيء جديد هذا بعده موجود يعني شيء. حي الله اهل المدينه وسلمونا على اهل المدينه. هي بيس عيني. هاي هديه بسيطه شدين عيني مقدمه لك من راعي البرنامج. انت تسوون ابوي هديه. اي والله الله يرزقك ويفتح بوجهك ان شاء الله. 90 هي بيس عيني. تحياتي يا هي بيس عيني. السلامه فدوى لعينك. ومشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم. الله يرزقكم ويمهلكم العافية والبركة ويفتح لكم أبواب الرزق حتى العراقيين من أوسع أبواب إن شاء الله. يا رب تكون هذه الدعوة مستجابة لكل شخص عراقي ولكل مسلم ومسلمة يشاهدونا. الله يرزقكم ويرزقنا. والله مرات تصير مواقف ما أعرف أني أعبر عنها تقهر تكسر القلب. احنا كعراقيين نستحق انه يكون اقل شخص بينا عنده من الدولة ما يكفيه كراتب كمعيشة كسكن ككل شيء ككل الاشياء البسيطة اللي ممكن اني اعيش عليها كمواطن عراقي. ان شاء الله الجاي والقادم افضل واحسن. انا كنت اريد اقولكم تعالوا بعد الفاصل بس تعالوا باكر بحلقة جديدة من برنامج رمضانكم مع فاطمة قيدار. كنت وياكم فاطمة قيدار. شكرا كريم حسن حمزة تعبتكم وياي من شارع فلسطين. إن شاء الله باكر ألتقيكم بمنطقة ثانية. مع السلامة. هذا البرنامج برعاية لينا. جمال ابتسامتك علينا.